برضو بمناسبة الكلام بقى، طالما فتحنا الحديث حول الأخطاء التحكيمية وتدارك الأخطاء التحكيمية، برضو امبارح كابتن محمود الخطيب أجرى اتصال بالأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وكمان النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، لمناقشة واستعراض الأخطاء التحكيمية اللي حصلت في مباريات الأسابيع اللي فاتت وأثرت بشكل كبير في النتائج، وده طبعا مش بيحقق العدالة بين الفرق، وطالب بتدارك ومعالجة هذه الأخطاء لتحقيق العدالة، وأيضا إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الأندية. وطبعا ده شيء منطقي أصلا، يعني المفروض ما نبقاش أصلا بنتكلم في النوع ده من الأمور الحقيقة يعني. بس في الأول وفي الآخر إحنا ما بنسيبش حقنا يعني. خطوة طبعا محترمة جدا، وخطوة زي ما بتقال كده راقية. أنت لما تيجي عايز تطالب بحقك بتطالب بحقك بخطوات قانونية وخطوات سليمة، ما بتقعدش تعمل تصريحات وما بتقعدش تثير يعني أو حتى تظهر غضبك. إحنا بنمشي بالأصول، فطبيعي جدا إن إحنا نبعت زي ما كابتن محمود الخطيب كده بيجري اتصال بيبعت يعني جواب استفسار غير نحن نفهم الأخطاء التحكيمية دي يعني اللي حصلت، وكمان بنتكلم في الأسابيع اللي فاتت مش بس بالأمس، نهايتها إيه وهيحصل تدارك فيها إزاي والشكل هيبقى في المستقبل كمان عامل إزاي. فخطوة مهمة نحن كمان ما نسكتش عن حقنا، بس نتمنى يكون في رد، ونتمنى يكون في يعني هو حتى لو كان في رد هتبقى رد يعني غريب، بعد مش عارف ولو هيكون يعني الرد من عائلة أصل الملعب مش مؤهل لتفعيل تقنية الفار، يبقى كلام يعني هيحصل. خلينا نشوف فعلا إيه اللي هيحصل الأيام اللي جاية والأسابيع اللي جاية والماتشات اللي جاية كريم. بس أنا بحب جدا يعني الخطوات اللي بياخدها النادي الأهلي طبعا ممثلة في كابتن محمود الخطيب، إن أنت يبقى عندك حاجة إحنا ما نسكتش على حقنا، إحنا دايما بنشوف، إحنا دايما بنسعى إن إحنا نوصل لحل، إن لأن كده صعب. أنت عندك فعلا الموضوع مش بسيط، الأخطاء التحكيمية مش أخطاء وخلاص، الأخطاء التحكيمية بتؤثر في النتائج، بتؤثر في البطولات، بتؤثر في تاريخ كل نادي. وما بتكلمش بس عن النادي الأهلي، أنا بتكلم في العموم. ده شيء يعني بشع ان هو يحدث، مفيش كده يعني زي ما تقال مفيش عداله، وده مش العداله لازم تكون موجوده. فشيء صعب بصراحه بكل ما يملكه المعنى يعني من او الكلمه من معنى.